تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. عمرو اديب بيقلع الماسك، عمرو اديب بيكشف عن وجهه الحقيقي لجماهير الكره المصريه. بعد ما كان بيتناول خساره النادي الزمالك لبطولات ومكسب النادي الاهلي لبطولات بنوع من انواع السخريه وبنوع من انواع الترندات وبنوع من انواع خفه الظل اللي معروفه عن عمرو اديب. عمرو اديب كشف وجهه الحقيقي بعد انتقاده الشديد لكابتن سيد عبد الحفيظ لما خرج وقال ان النادي الاهلي مظلوم فبعض الاشياء ونادي الزمالك بيجامل من اتحاد الكوره. فعمرو اديب طبعا كلنا عارفنا وكلنا شفنا واحنا جبنا فيديو عن عمرو اديب وعلقنا عليه، وكمان حضراتكم شفتوا فيديوهات في اماكن اخرى. عادل القيعي مع الاحتفاظ بالالقاب، المهندس عادل القيعي خرج ورد بعنف على عمرو اديب ومسح بيه الارض بالادب. وازاي عمرو اديب اظهر الزملكاوي اللي جواه اللي كان مختفي ورا الضحك والدعابه، لان عمرو اديب من اول ما خرج من علينا في الاعلام عمره ما كان متنرفز كده، وعمره ما كان يعني بالعصبيه دي ضد النادي الاهلي، كان دايما بيتناول فوز النادي الاهلي بنوع من انواع السخريه وبنوع من انواع الغيظ والغل، ويقعد يتريق على نفسه وعلى نادي الزمالك. ولكن المره دي عمرو اديب اظهر وجهه الحقيقي وفضل يهاجم النادي الاهلي باسلوب غير راقي. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عادل القيعي رد على عمرو اديب قال له ايه، وعمرو اديب قال ايه عشان كده نرفز كابتن عدلي القيعي. بس قبل ما نطلع ونشوف الفيديوهين، حضرتك هتدعمنا بلايك وهتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. لو هتقدر تعمل لنا شير على اكونتك ابقى شاكر جدا ليك. لو حضرتك هتقدر تعمل لنا شير على اي جروب انت بتحبه من جروبات النادي الاهلي اكون شاكر لحضرتك. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عمرو اديب قال ايه وعدل القيعي رد وقال ايه. يلا بينا. هنرجع مع فيديو انا شايفه مهم، لان صاحبه احنا دائما كنا ناخده بشكل من الطرافه والدعابه المحببه، وكان بنقول ايه عندما تكون اهلاوي او زملكاوي تاخد الامور بالطريقه ونناقشها بهذا الود، احنا كده بنقضي على جزء كبير من الاحتقان، وده كان هدفنا الحقيقه. استاذ عمرو اديب هو راجل طبعا زملكاوي، ولكنه هذه المرة ولأول مرة ما يقدرش يتحكم في نفسه. تعالوا تشوفوا الفيديو بتاعه، خلي بالكم البودي لانجوج بتاعه عشان هيبقى لي تعليق عليه. المسؤولين في الاهلي بيكلمونا انه الاهلي مظلوم. يا جدعان انتوا عمركم سمعتوا ان الاهلي بيتظلم؟ سؤال، يعني بيتظلم رسمي شعبي حظي اي ظلم؟ يعني هل النادي الاهلي ده نقدر ان احنا نصنفه على انه نادي مظلوم؟ يعني اذا كان النادي ده نادي مظلوم، يعني بعد ما الماتش خلص القى مسؤولين في النادي الاهلي بيتكلموا عن انه في ظلم وانه في ايدي خفيه ايه؟ ده انت بقالك 10 سنين بتاخد الدوري. يعني الكلام ده لو تقول لي اصله في سنه حصل لنا كذا وفي سنه حصل، ده انت بتاخد الدوري علاولة وتبقى مظلوم. امال لو مش مظلوم هتاخد ايه؟ مش مظلوم هكسب اللي اقدر عليه او اخسر وانا مش مظلوم. يا استاذ عمرو، الحمقه دي ليها سبب انا فاهمه ومقدر والله. الصراخ والغضب اللي كان على وشك وانت بتتكلم، الاهلي مظلوم؟ اه الاهلي بيتظلم زي 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 نادي، هو ما بيتظلمش غير نادي بتاعي بس هو اللي بيتظلم، هو اللي من حقه يتكلم اربع سنين كل يوم 365 يوم على كافه الصعيده والمستويات. الظلم الظلم وتحقيق العدل وتحقيق العدل، ومن مسؤولين بيطلعوا يقولوا هذا الكلام. لكن لما انت تقول بنطالب اتحاد الكوره بالعداله والجدول والمش عارف ايه ومراعاه العدل، لا ده حقك.
ملهاش دعوه على فكره بالمكسب والخساره استاذ عمرو، لان المكسب والخساره دي قصه طويله قوي، انت فاهمها كويس قوي بس مش عايز تتوقف قدامها. قصه ليها علاقه بالنظام، قصه ليها علاقه بالمصداقيه في العمل، بوضع الضوابط والحدود، بالثواب والعقاب، بانك انت تكون صادق مع نفسك وانت تتعامل مع ازماتك فتخرج سريعا من كبواتك. هو ده اللي بيحقق الانتصارات، مش التغني بالمظلوميه. والاهلي لما بيتكلم على المظلوميه بينبه يا جماعه شايفين حاجات مش مريحانا، هو انت من حقك تضغط بالمظلوميه عمال على بطال، مره بنادي الدوله ومره بالاكثر شعبيه ومره بالاهرام ومره مش عارف بالرعايات اللي المفروض تتوزع ازاي، ومره وبالملاعب وبالتحكيم ونادي الدوله. نادي دوله ايه يا استاذ عمرو؟ وتحكيم ايه يا استاذ عمرو؟ واحنا الكلام ده اتفتح 100 مره وهنسيبه بقى يعني، لان الحاجات الرقميه والحاجات اللي فيها حاجات مصوره وتصريحات مصوره، ولما يطلع اكتر من مسؤول عندك يقول والله احنا بنقول المظلوميه عشان نضغط بيها، ده انت هذه تصريحات من اعلامك ومسؤوليك. فاستاذ عمرو مقدرين اللحظه المتعبه اللي انت كنت فيها امبارح، لان احنا تعبنا فيها والله. يعني عندما كان الاهلي متراجعا كنا تعبانين، وعندما تعادل قلنا برضو لسه مش نافع الكلام ده. عندما يفوز النادي الاهلي بالطريقه دي في دقيقه 93 وشويه قبل نهايه المباراه تقريبا بدقيقتين، لا انا مقدر الحاله اللي انت كنت فيها بعد ما قعدت تحسبها وقعدت تشوف الدنيا ماشيه ازاي، وقعدت من حقك. بس كنت اطلب منك لانك انت بهذا الذكاء انك تمسك نفسك، مش ضروري ساعتها تعلق لانك علقت بغضب ففقدت طبيعتك تانية في سياق اكثر هدوءا يعني، وما تقولش بقى الايه بتظلم. بتظلم اي حد بتظلم، والاهلي بتظلم، ويا سيدي الزمالك بتظلم، والاسماعيلي على فكرة، والمصري والاتحاد والانتاج وكل الأندية بتظلم. بيجي لحظة بيجي لك ظلم او الشعور بالظلم او الشعور بالظلم. ما هو انت كل واحد يا استاذ عمرو هيفكر في اللي يخصه، مش هيفكر في اللي يخص اللي قدامه، هيرى الظلم والعدل من منظور ما يحدث له فقط، ويجرب نفسه من كل حاجة من اللي حواليه. ولكن النادي الاهلي لا يتوقف امام المظلومية، ولكن ينبه مش عايزين الامور تمشي بالطريقة دي بهذا الغموض وهذا التضارب وهذا مش عارف ايه. والكابتن سيد لما بيتكلم من منظور احداث يعلق عليه. سمعنا كابتن عادل القيعي واتكلم ازاي على لغة الجسد لعمرو اديب. طبعا الصورة كانت ثابتة، ما عندناش حقوق ان احنا نجيب فيديو متحرك، حتى كابتن عادل القيعي ما عندوش الصلاحية ان هو يجيب فيديو متحرك، لكن انا شفت عمرو اديب وطلعت علقت عليه في قناتنا. عمرو اديب بيتكلم بمنتهى العصبية، ازاي انت تبقى مظلوم وبتاخد كل البطولات، ازاي انت مظلوم مش عارف ازاي انت، وفضل اكتر من 8 دقايق يتكلم ويهاجم بكل عنف نادي الاهلي. راح كابتن عادل القيعي رد عليه قال له مش انت بس اللي بتتظلم، النادي الاهلي بتظلم والمصري بتظلم والاتحاد والانتاج وكل الفرق بتتظلم، بتتظلم تحكيميا مره، بتتظلم في ترتيب ماتشات مره، بتتظلم في توقيت مباراه مره، بتتظلم في تاجيل مباراه. انا ابقى جاهز وتاجيل المباراه او ان انا ابقى يعني بحضر لخصم معين تبدل الخصم وتخلي لي خصم اخر. عمرو اديب زي كل الزملكاويه اللي موجودين في مصر وخارج مصر، وزي ما قلتها وهقولها وبقولها وهكررها، مفيش فرق ما بين دكتور زملكاوي وصنايعي زملكاوي وعجلات زملكاوي ومثقف زملكاوي وبصمجي زملكاوي، كلهم عقلية واحدة يا فندم، كلهم طينة واحدة يا فندم. حتى العالم اللي فيهم واللي بيفهم المثقف نفس عقلية البصمجي
اللي ما بيتكلمش كويس او ما بيقراش او بيكتب او يروح مدرسه او مش معاه حتى بحو وامنيه، هي نفس العقليه، مفيش فرق بين المثقف وبين المتعلم وبين جاهل، كلهم زي بعض نفس العقليه. نادي الزمالك مظلوم اعلاميا، نادي الزمالك بيحارب من الدوله، نادي الزمالك الكون كله واقف ضده، نادي الاهلي بيجامل من الدوله وبيجامل من التحكيم، ونادي الاهلي بيجامل من وكاله الاهرام والرعايه والخ الخ الخ. دي عقليه الزملكاوي، مهما الزملكاوي جواه يبقى بيضحك في وشك ويقول لك مبروك فوز النادي الاهلي، اعرف ان هو من جواه بيبقى هيموت ويقول لك ما هو عمرو اديب نفسه، بس عدلي القيم ما جابش القطعه دي، قال ان شاء الله ما الاهلي، ان شاء الله ما الاهلي فاز. هو عمرو اديب ليه جاء النادي الاهلي وجاب التحكيمين والفيديوهات اللي بتطلع في استوديو التحليل لما المحللين بيبقوا قاعدين وبيلاقوا بيبرروا على حلول لموسيماني علشان يلعب، ما هو وبررنا له قلنا له يا عمرو استوديو التحليل لما بقى النادي الاهلي بيلعب مع فريق ملوش شعبيه زي انبي زي الانتاج زي بتروجيت زي حرس الحدود، الانديه دي ملهاش جماهير، فبيجيبوا المحللين كلهم بيبقوا ايه؟ بيبقوا من جماهير من اعلاميين النادي الاهلي او من كباتن النادي الاهلي السابقين. كذلك استوديو تحليل نادي الزمالك لما بيبقى نادي الزمالك بيلعب مع انديه اخرى حرس الحدود او انبي او 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 بتلاقي جايبين ايمن يونس او حازم امام او ابو العلا او اي حد وبيتكلموا على الحلول لنادي الزمالك. لما يبقى الفريقين ليهم جماهيرين جمهورين زي مثلا الاسماعيلي بيلعب مع الاهلي او الاهلي بيلعب مع الزمالك بيجيبوا ناس من هنا وناس من هنا، بس انت عشان يا عمرو عندك كوري دافين مش لاقي حلول مش لاقي حد. طيب ميدو غلاوي اكتر من اي حد في الدنيا ما بيقبلش الاهلي، بس هو في الاعلام دلوقتي ساعات بيحيد عن الحق ولكن في النهايه بيقول الحق بيقول الحقيقه. لو ميدو كان شايف ان سيد عبد الحفيظ ما معهوش حق كان طلع وقال يا سيد ما ينفعش تتكلم ما ينفعش تقول، بس عارفين ميدو قال ايه؟ قال يا نادي يا زمالك ما تخلوش ميدو ما تخلوش سيد عبد الحفيظ ياخد فرصة ان هو ياخد بنط عندنا، لان يا نادي الزمالك مش من حقك تلعب في الاسماعيلي في الاسكندرية، عشان كده النادي الاهلي هيطلع يقول الجون هيلعب النادي الاهلي في اسكندرية من حقه، وقال محدش يلعب مع سيد عبد الحفيظ في النقطة دي، لان سيد عبد الحفيظ هيعرف يجرجرنا كويس، وهو عارف ان سيد عبد الحفيظ معاه الحق. فعمرو اديب انت لو بتشجع نادي الزمالك وما بتفهمش في الكورة ولا تفهم في التحليل يبقى اركن على جنب ما تتكلمش تاني في الكوره، انما لو انت هتتكلم كمشجع زملكاوي بس بتطلع تقول بيب بيب زمالك لا، يبقى شجع ناديك مع نفسك وما تجيبش سيره النادي الاهلي، لان عادل القيعي رد عليك واحنا ردينا عليك قبل كده قبل عادل القيعي وفي يوتيوبرات كتير ردت. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتنا قناه الاهلاوي على اليوتيوب. ما تنسوش تدعمونا بشير للفيديو على اكاونتك او اي جروب اهلاوي انت بتحبه. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي والسلام عليكم.